السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المسألة رقم 22 من مشروع ايلر، فخليكم معايا. فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك الفايل ده احنا لو جينا فتحناه، ملف التكست ده تمام فيه اسماء كتير جدا، تمام؟ فهو قال لك ايه؟ قال لك انا عايزك تحسب لي مجموع الارقام الموجودة في الملف ده. طب ايه الارقام دي؟ عبارة عن ايه؟ قال لك كل اسم بيمثل رقم. طب احسب الرقم ده ازاي؟ قال لك بتاخد الحروف بتاعت الاسم، مثلا لو الاسم كان الاسم كولين ديت، تمام؟ بتاخد مثلا اول حرف اللي هو حرف سي، ترتيبه في الابجديه 3، تمام؟ واو ال والاي والان، وتجمع الحروف ديت مع بعضها يديك رقم كام؟ هيديك رقم 53، تمام؟ بعد كده تاني حاجه بتشوف ترتيب الاسم ده ذات نفسه في الملف، تمام؟ بتشوف ترتيبه هنا في الملف. طب ترتيبه زي ما هو كده ولا بعد ما رتبه؟ لا، قالك ترتبه الاول ابجدي، يعني اول حاجه هتاخد الملف ده ترتب الحروف فيه ابجدي، تمام؟ وبعد كده بتشوف الترتيب بتاع الاسم بتاعك. فقالك الاسم بعد ما ترتب الاسماء اللي جوه هنا، ترتيب الاسم ده 938، تمام؟ فراح جاي قال لك ايه؟ يبقى كده الرقم اللي بيمثل الاسم ده عباره عن 938 في 53، يديك الرقم ده، تمام؟ فهو بيقول لك بقى القاعده ديت نفذها على كل الاسامي، وبعد كده الارقام اللي تطلع لك اجمع مع بعضها وقول لي الرقم اللي هيطلع كام، تمام كده؟ تمام. فتعال نبدا باول حاجه. اول حاجه هنعمل امبورت سترينج، وبعد كده هنقول له سترينج دوت اسكي ابر كيس، تمام؟ فديت هتدينا مين؟ هتدينا كل الحروف الابجديه، تمام؟ اللي هو اي بي سي دي والكلام ده كله، بس ايه؟ يعني كابيتال، تمام؟ حروف كابيتال شبه ما مكتوبه كده. طب ليه انا عملتها كده؟ عشان الاسماء مكتوبه بحروف كابيتال، تمام؟ انت لو جيت بصيت، تمام؟ اهو مكتوب كل ده بحروف كابيتال، دي كابيتال دي كابيتال، كل ده حروف كابيتال، تمام؟ فعشان كده انا عملتها بحروف كابيتال، تمام؟ طيب تاني حاجه عندنا دالتين اتنين. اول حاجه الداله اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل الحساب بتاعتنا اللي هي مين؟ كالك نيمز ان فايل، تمام؟ بديل المسار بتاع الفايل بتاعي يبقى عباره عن الفايل دي اسمه نيمز، تمام؟ هو موجود في نفس المسار الموجود في جوبيتر نوت بوك ده، تمام؟ فتعال نشوف هتعمل ايه. هو بيقول لك طبعا الداله ترجع تقوم بارجاع مجموع الارقام الموافقه لكل اسم في الملف المعطى، تمام؟ اول حاجه عندنا نيمز ليست، تمام؟ ديت عباره عن ليست فيها كل اسماء الاسماء الموجوده عندنا في الفايل بتاعنا، تمام؟ بجيبها منين؟ بنادي على داله اسمها اكستراكت نيمز فروم، وادي لها مين؟ وادي لها مسار الفايل بتاعي، تمام؟ فاكستراكت نيمز فروم ديت بدي لها مين؟ ادي الداله هنا هي، تمام؟ بدي لها مين؟ قال لك داله تقوم باستخراج الاسماء من الملف المعطى، تمام؟ داله بسيطه خالص، سطرين اتنين بس، تمام؟ بقول له اول حاجه بقول له اوبن فايل باس، وبعد كده هيقرا الملف، تمام؟ فايل دوت ريد. طبعا في يعني شويه ناس بيقول لك يعني ما بينصحوش ان هو مثلا ايه، لو كان الفايل بتاعك كبير مثلا ولا حاجه، ان انت تقرا الفايل كله مره واحده. فايل دوت ريد دي معناه ان هو بيقرا كل الملف مره واحده، تمام؟ فهو الناس بتقول لك يعني ايه، يعني لا يستحب ان انت تعمل الطريقه دي، تمام؟ عشان ساعات الملف مثلا يكون حجمه كبير جدا، ممكن مثلا ملف حجمه جيجا، تمام؟ ولا حاجه، وانت تيجي تقراه. طبعا كل القراءه دي بتحصل في الميموري، يعني مثلا لو عندك الرامات بتاعتك مثلا نص جيجا ولا حاجه، ممكن دي يحصل لك مشاكل وممكن يهنج لك الجهاز والكلام ده كله، تمام؟ بس طبعا عشان حجم الملف اللي عندنا صغير يعني بالكيلو بايت، تمام؟ فاحنا عادي ممكن احنا ننفذ الكلام ده كله. فالخلاصه يعني ان فايل دوت ريد ده بيقرا المحتويات الملف كله مره واحده، ماشي؟ ويحطها لك في الميموري بحيث انت تقدر تعدل عليه وتعمل عليه كل حاجه، تمام؟ بس لا يستحب يعني انت تستخدم الطريقه ديت لو كان الملف حجمه كبير جدا بالجيجا مثلا ولا حاجه او اكتر، تمام؟ فبعد كده هنعمل ايه؟ هنقول له دوت سبليت اللي هو مين؟ الكم، تمام؟ ليه احنا عملناه كده او الفصل ديت؟ عشان هي لو جيت بصيت هنا هتلاقي الاسماء كل اسم، تمام؟ بيتم الفصل ما بينه وما بين الاسم الثاني في فصل، تمام؟ تاني حاجه احنا عملناها برضك، احنا خدنا مين؟ احنا خدنا هنا الاسماء، خدها من تاني حرف، تمام؟ للحرف قبل الاخير. طب ليه كده؟ بص يا سيدي، لو انت جيت بصيت هنا احنا كنا بنقول ايه؟ احنا بنقول احنا هناخد من اول حرف من تاني حرف لحد الحرف قبل الاخير، فهناخد الجزء ده كده، تمام؟ فكده احنا سيبنا اول حرف واخر حرف اللي هو مين؟ اللي هو عباره عن علامه التنصيص، تمام؟ فاحنا مش عايزين يبقى الاسم مع بتاعنا فيه علامات تنصيص، تمام؟ فاحنا عشان كده احنا خدنا مين؟ اللي هو تاني حرف ولحد الحرف قبل الاخير، تمام كده؟ تمام. بعد كده فهو ده السطر ده كله بيعمل الكلام ده كله، تمام؟ بعد كده هنخلي دي بيساوي نيمز اللي هي هنا، تمام؟ وبعد كده نقول له مين؟ نيمز دوت سورت. هو قال لك طبعا انت لازم تخلي الاسماء اللي عندك مترتبه بالحروف الابجديه، تمام؟ فهننادي على نيمز دوت سورت، تمام؟ فهتعمل لنا مين؟ ترتيب للحروف في مكانها، تمام؟ ترتيب للاسماء في مكانها، عشان في داله اسمها سورتد، تمام؟ وفي داله دوت سورت، تمام؟ سورتد ديت بتنادي لها كده، تمام؟ تقول لها سورتد
وتدي له مين، وتدي له الداله الليست بتاعتك اللي هو مثلا نيمز. طب دي هيعمل ايه؟ دي هيدي لك داله يعني ليست جديده، دي هيدي لك ليست جديده، واحنا مش عايزين كده تمام عشان نسرع في الوقت بتاعنا، لا احنا عايزين نرتب الليست بتاعتنا ذات نفسها تمام. فلما احنا نقول له نيمز دوت سورت، دي هيدينا مين؟ يعني هيعدل على الليست ذات نفسها اللي هي النيمز تمام. انما لما اقول له سورتد وادي له النيمز، لا دي هيرجع لك ليست جديده تمام، ومش هيعدل على الليست الاصليه تمام كده تمام. فخلينا نشيل دي كده. وبعد كده يعني خلاص احنا رتبناها بقى، نرجع مين؟ نرجع النيمز بتاعتنا تمام كده. ادي الداله كلها اللي كل الداله ديت اللي بتعمله تمام. تعالى بقى نرجع بقى، احنا خلاص بقى معانا الاسامي كلها، فنقول له سام فايل، دي اللي هو مين؟ مجموع الارقام الموجوده في الفايل كله تمام. بعد كده نقول له رانك ونيم ان انوميريت نيمز وليست. طب ليه رانك ونيم؟ النيم عشان احنا طبعا مفهوم عشان نعرف نجيب الاسم بتاعنا تمام. طب وليه رانك؟ عشان احنا طبعا عارفين ان هو بيقول لك ايه بعد في الاخر خالص، بعد ما نجمع حروف الاسم تمام بنضربه في الترتيب بتاعه، اللي هو كان هنا مثلا كان 938 فلازم نضربه في الترتيب بتاعه، فعشان كده استخدمنا الرانك ديت تمام عشان نقدر نضربه في الترتيب بتاعه تمام. طيب بعد كده النيم توتال اللي هو مجموع ترتيب حروف الاسم تمام، اللي هو مثلا حرف السي ترتيبه كام مثلا 3 فنجمعه عليه وهكذا يعني تمام. طيب بعد كده نقول له فور ليتر النيم تمام عشان ناخد كل حرف موجود في الاسم بتاعنا تمام. بعد كده النيم توتال هنزود عليه مين؟ هنزود عليه اللي هو الفابت ليست دوت اندكس تمام، ونديله الحرف بتاعنا تمام. الفابت ليست لو انت نسيتها اللي هو ديت اللي هو الجزء ده اللي هو الحروف الكابيتال تمام. وبعد كده دوت اندكس لتر اديله الحرف اللي انا عايزه، وهو يرجع لي الاندكس بتاعه ماشي او ترتيبه في المصفوف في الليست بتاعه تمام. طبعا الترتيب في الليست هنا بيبدا من صفر، يعني مثلا اول عنصر في الليست بيبدا بيبقى ترتيبه صفر، تاني عنصر ترتيبه واحد تمام. وطبعا كده مش ما ينفعش عشان السؤال كان بيرتب اللي هو الترتيب العادي اللي هو مثلا اول واحد ترتيبه واحد، تاني واحد ترتيبه اتنين وهكذا يعني. فالفكره ان انت لازم بعد ما تجيب الاندكس بتاع الحرف اللي عندك تزود عليه واحد تمام عشان تخليه بالترتيب العادي، يعني عشان بيبقى الترتيب بيبدا بالرقم واحد ما يبداش من رقم صفر تمام. فدي مهمه جدا. طيب بعد كده هنفضل نمشي على كل الحروف كده ونعمل الكلام ده كله تمام. بعد ما نخلص كل الحروف هنقول له على سام فايل بيساوي مين؟ بيساوي النيم توتال تمام، اللي هو الحروف مجموع الحروف في الرانك زائد واحد. طب ليه زودنا على الرانك زائد واحد؟ نفس المشكله برضك، نيمز ليست دي برضك نفس الكلام، تبدا برضك من اول عنصر فيها ترتيبه صفر تمام، واحنا عايزين يبقى الترتيب ده يبدا من رقم واحد تمام، اللي هو يبقى اول عنصر ترتيبه واحد تمام، فعشان كده هنزود عليه برضك رقم واحد تمام هنا. فبعد كده نضربه من الاثنين دول في بعض، وبعد كده نزوده مين؟ على السام فايل تمام. ونفضل نكمل نكرر الكلام ده كله في كل الاسماء اللي موجوده معانا في الليست ديت تمام. وبعد ما نخلص نقوم جايين عاملين برنت مجموع الارقام اللي عندنا تمام، بس كده. فتعالى كده يعني في ثانيه، الحمد لله 11 مللي ثانيه، 11 ونص يعني، ما خدش حاجه تقريبا يعني تمام. فتعال ناخد هنا، فالحمد لله المسألة صحيت والحمد لله تمام، يعني مسألة بسيطة خالص ما فيهاش حاجة يعني، انت ممكن بس ايه تبص على الكود ان شاء الله وتفهمها، ما فيش اي مشكلة فيها تمام. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، يلا سلام عليكم.